أعزائي المشاهدين عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب لنهائي بطولة اليمامة. في هذا الأثناء نستضيف الكابتن وليد الرفاعي كابتن فريق هاتريك بطل هذه البطولة. نرحب بك. هلا والله، رحب حبيبي. أولا نبارك لكم التتويج بلقب، نبارك لكم التتويج بلقب هذه البطولة. الله يبارك فيك حبيبي، ولنا الشرف ان اخذنا البطوله هذه، وما جات البطوله من فراغ، هذه تعب في الحاره صراحه وتمارين دائما، والحمد لله ربي وفقنا ونجحنا في البطوله. اليوم حقيقه فريقك يحضر، نرى الابتسامه على محيا زملائك وعلى الجماهير، ما سبب التتويج بلقب هذه البطوله وما سبب النجاح ما شاء الله؟ الحمد لله، الحمد لله في داعمين للفريق امثال نايف القحطاني وابو عاطي وعزو علي القحطاني وسلمان القحطاني وعبد الاله الغامدي، صراحه يعني دعم هذه الرجال صراحه هي اللي وصلتنا لهذه المقوله، وشكر شكر قدير صراحه المسفر الشمراني اللي صراحه كان له وقفه يعني ما توصف صراحه، واشكر شكر جزيل هو والاخ علي العنيفسي وسراج أشكر جميع الحارة صراحة، وقفنا مع بعض وقفنا كتلة واحدة الحمد لله، وجبنا البطولة هذه، وهذه ثاني بطولة في عام 2013 الحمد لله، وإن شاء الله مزيد من البطولات إن شاء الله. ألف مبروك وشكرا لك ظهورك معنا عبر قناة خالد بس. هني القناة صراحة حضورها والله كان دعم لنا قوي، يعني صراحة التصوير والأمور هذه الحمد لله يعني لا توصف فرحة، لا توصف لجميع الحارة صراحة، ونطلب من مسفر الشمراني يعني هو وعدنا بالمكافآت والاستراحة. ما ننسى الإداري القدير صراحة سلمان الشمراني، ما كان موجود هو مساعد المدرب، ما ننسى صراحة، نشكره شكر قدير، اليوم عنده ظروف عائلية عشان كذا ما جاء، نشكر الأخ عبد الله الغامدي يوقف معانا وقفة يعني كبيرة جدا لا توصف، والحمد لله على كل حال. قبل ما اختم معك، لو استلمت المكافاه ان شاء الله العشاء عندك. لا العشاء مو انت، العشاء عند مسفر. اذا خالد بازيدان، اشكركم، اشكرك صراحه، واشكر الاخ واشكر القناه جميعا، واشكر اللجنه المنظمه صراحه يعني، وخاصه الاخ الجراح يعني ما قصر صراحه يعني، وقف وقفه للبطوله صراحه يعني، هو اللي خلى البطوله يعني الحماس، خلى الحماس للبطوله هذه صراحه، والحمد لله ونشكره الف شكر، ونشكركم كلكم، نشكر على الحاره جميعا يعني، في اسماء يمكن ما ذكرتها لكن نشكرهم والحمد لله على كل حال. شكرا والف مبروك. الله يبارك فيك حبيبي.